والشعب مثل حق لا يموت. من يرى أسواق حلب ومظاهرات إدلب وغوطة دمشق ودرية وحوران في أكثر من 110 نقاط تظاهر، من يرى العجائز والأطفال يرقصون ويهنون للحرية، يتأكد أنه إذا الشعب يوما ما أراد الحياة والحرية لن تردعه كل قوى الشر مجتمعة، ولن يردعه تآمر كل العالم عليه. السوريون يستغلون هدنة وقف إطلاق النار بأفضل طريقة، وفي آذار يجددون بيعتهم للحرية. هذا الموضوع سيكون محور نقاشنا الأول في حلقة اليوم. وفي المحور الثاني، في العراء وبلا مأوى، أكثر من 30,000 لاجئ عالقون في اليونان، ومن قطع الحدود أصبح تحت رحمة الوحوش، حرس الحدود المقدونية. أهلا بكم. نفى ناشطون من مدينة دير الزور الخبر الذي بثه المكتب الإعلامي لفيلق الشام من أن عددا من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية قد انشقوا عن التنظيم وفروا خارجا. وأكد ناشطون المدينة أن بعض من ظهروا في المقطع هم مدنيون وليس لهم أي علاقة بالتنظيم، سوى أنهم كانوا يعيشون في الأحياء الخاضعة لسيطرته. في حين أشار أحد الأهالي أن ابنه الذي ظهر في المقطع أيضا هو مقاتل سابق في فصائل الجيش الحر، وأصبح بعدها سجينا لدى داعش، وأجبر على ما يقوله في المقطع الذي نشره فيلق الشام. ظهر في الآونة الأخيرة تجمع نسائي مؤيد لنظام الأسد سمى نفسه صبايا العطاء، وقامت القائمات عليه بتكريم الجنود الروس المنتشرين في قاعدة حميميم العسكرية. وأثار التجمع الذي يضم نساء وبنات المسؤولين والضباط ورجال الأعمال في النظام عاصفة من الاستهجان عندما ظهرت بعضهن في أحضان الجنود الروس، حيث اعتبر التصرف استفزازيا على نطاق واسع. هذا وتشرف على صبايا العطاء علي عزام خيربيك، ويضم نحو 90,000 شابة معظمهن من محافظات اللاذقية وحلب ودمشق. اتهمت صفحات موالية موقع روسيا اليوم الإخباري بتزييف الحقائق والمشاركة في المؤامرة الكونية ضد ما يسمى بمحور الممانعة، وذلك احتجاجا على نتيجة التصويت الذي طرحه الموقع قبل أيام، ورجح أن حزب الله اللبناني هو ميليشيا إرهابية. وقد جاءت الشتائم والألفاظ النابية للموقع الروسي بنسخته العربية بعد أن جاءت نتيجة تصويت الجمهور على سؤال الموقع بنسبة كبيرة، في اعتبار قرار مجلس التعاون الخليجي صائبا بأن حزب الله لم يعد إلا خنجرا في خاصرة العرب، وبالتالي هو ميليشيا إرهابية. اعتصم مؤيدون نظام في مدينة القمشلي المسيطر عليها من قبل ميليشيات البايادي مناصفة مع النظام، تنديدا بقرار مجلس التعاون الخليجي باعتبار حزب الله منظمة إرهابية. الاعتصام جرى أمام المركز الثقافي في المدينة بحضور حشد من مؤيدي النظام والموظفين ووجهاء بعض العشائر العربية، وبمشاركة أمين فرع حزب البعث، وبحماية من قبل عناصر الأمن التابعة للنظام، وبدعم من عناصر الدفاع الوطني. وأشار ناشطون إلى غياب تام لأسايش حزب الاتحاد الديمقراطي. أكد المكتب الإعلامي في الإدارة العامة للخدمات في حلب عودة المياه إلى بعض أحياء المدينة بعد انقطاعها قرابة 50 يوما بسبب سيطرة النظام على محطة عين البيضاء وقطع المياه عن مناطق سيطرة تنظيم الدولة، ورد الأخير بخطوة مماثلة عبر قطع المياه عن مدينة حلب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تقوم الإدارة العامة للخدمات بغسيل وتعقيم المصافي وإدخال الديزل، وذلك تحضيرا لضخ المياه إلى مدينة حلب بعد انقطاع دام 50 يوما، وذلك بعد أن قام النظام بالسيطرة على عين البيضة وتخريب المحطة فيها. وطلب تنظيم الدولة من النظام إعادة إصلاح المضخة لإعادة ضخ المياه إلى مدينة حلب، وبعد أن قام النظام بإصلاح مضخة عين البيضة قام تنظيم الدولة بإعادة ضخ المياه إلى مدينة حلب، والآن تجري الاستعدادات لإعادة ضخ المياه إلى المدينة.
مشروع إزالة الأنقاض وتأهيل الأبنية الآيلة للسقوط هو أحدث عمل يقوم به المجلس المحلي لمدينة حلب بالتعاون مع مجلسي حيي المشهد وصلاح الدين. نتابع. طبعا من حوالي شهرين بدأ العمل بهذا المشروع وتم الانتهاء إلى الآن بفضل الله حوالي 90-95%. عبر قائد كتيبة البياضة والملقب بحارس الثورة السورية عبد الباسط الصارود، عبر عن دعمه استمرار الثورة ومشاركته مظاهرات السوريين من خلال إهدائهم أغنية جنة جنة. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الثورة مستمرة، والله أن هذه الثورة مستمرة بإذن الله، والله أن روسيا وإيران والصين وكل دول العالم وكل أصدقاء بشار الأسد وأصدقاء هذا النظام المجرمين، والله إذا تكالبت علينا الدنيا بأكملها، الثورة مستمرة بإذن الله، وهذا الشعب مستمر، وهي الثورة ربانية، قامت ربانية، وبإذن الله راح تنتهي ربانية، ولن نتراجع عن هدفنا اللي هو أسقاط النظام، والله العظيم لن نتراجع. وأذكر أخوتي بالثورة وبروح الثورة، جنة 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 والله يا وطننا، جنة 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 والله يا وطننا، يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب، حتى نارك جنة، حتى نارك جنة، شهيدنا لما مات زغر دلوي البنات، شهيدنا لما مات زغر دلوي البنات، خادمات وحوريات. فصل قصير ونعود لمتابعة هنا سوريا، ابقوا معنا.